خير. خلعانة ما بعرف على شو شايفة حالك، كيف هيك بيحكوا مع الناس؟ قلت عصي. هيا عم عليكم. عليك السلام عمي عاصم. ألك مال الديب؟ ديبك أنا خسد ديب. هاي المخلوقة البدوية اللي فاتت على الحرم كم يوم عرفتها؟ ما بعرف غيرها. هلا هي ببيت أبو بدر بتضيع شيء؟ مرني عمي شو المطلوب؟ بدي إياك تضل آفي وراها، لازم أفاها، وين بتروح؟ وين بتلتفت؟ وين بتجي؟ بدي أعرف وين أراضيها. أيوه مشان السرعة عمي ما هي المخفر براها، بس هي التهمة لابستها لابستها وأنا متأكد منها شيء، بدنا نظبطها أنا وياك معي، تعرف فهمت علي؟ لعيونك كفو؟ لك كفو على الموت. خلاص وينها؟ روح انت، انا بحكي لك مع ابو حازم مشان القهوه. روح صار. السلام عليكم. دعونا. ليش هيك عملت يا حبيبي؟ انا وين رحت؟ ليش دخلت عاصم بالقصه؟ لك ابي فاهم، انت كشفت.